المرأة الإماراتية جمال هذا الوطن. المرأة الله سبحانه وتعالى وضعها في أساس التكوين البشري في صلاحه وفساده، فجعل فيها التربية الأولى، وجعلها امرأة ثوب للرجل، وهو ثوب لها الستر فيها. لذلك أراها إن صلحت صلح البيت وإن كان القيم فرعون، وإن فسدت فسد البيت وإن كان القيم نبي. خلقت ساعية لها أرجل، خلقت رجلا، لم تخلق تمشي على أربع، ساعية. ومهمتها أساس التربية وتربية العقيدة، لذلك وصفها الله في سورة يوسف بالشمس، مصدر العقيدة والأب انعكاس. ليس لي مهمة أن أختار تربية ابني، أنا مهمتي أن أختار المرأة الصالحة التي تربي ابني، المرأة العاملة الكادحة التي تحفظ الأمانة. فما صلح رجل، فما صلح بيت إلا فيه امرأة صالحة، وما فسد بيت إلا وفيه امرأة فاسدة، وإن كان رب البيت نبي، وإن كان رب البيت نبي. فالمرأة هي القيادة. أنا لم أمر بسترها، أنا أمرت بغض البصر، أما سترها فهي مسؤولة عنه، أما الرجلة فهي مؤذن الله لها أن ترجل وتسعى وتكسب وتحصل. وحينما قال الله الرجال قوامون على النساء في هذه الآية، يقصد السعاة على القواعد، ولم يقصد ذكرا على أنثى، وإنما من رجل فله القوامة، ومن قعد فهو نسأة، سواء ذكر أو أنثى. الله عدل، لا يحكم لرجل مقعد لا يسعى ولا يتحرك ولا يذهب ويقول له لك القوامة. لذلك الله يقول بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ثم يوصي الصالحات. شوف الوصية للساعية لأنها تسعى، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي لا تخون إذا خرجت. هذه مشكلتنا في فهم القرآن، أننا أخذنا المرأة نريد أن نحبسها ونجلسها في بيتها. هذا باب الإيمان، إذا أرادت المرأة أن تسكر على نفسها بيتها هذا شأنها، هذا باب الورع، لها أجر، ولكننا ليست في الشرع أن نحبسها ونقول يا بالعصا وإلا أقعدي ببيتك. المرأة تسعى، تخلط، تخالط الرجال، تعمل مع الرجال، ولكن عليها أن تصون نفسها وعلى الرجال غض البصر.